الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله هاديًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واتقوا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. خرج توفيل ملك الروم بعساكره حتى غزا بعض مدن المسلمين، ومنها مدينة عمورية، فاستباح المدن وقتل أهلها، فأرسل أهلها نداء استغاثة إلى المعتصم العباسي في بغداد. فلما أراد أن يسير على رأس جيش، حذره بعض المنجمين أنهم يرون في الطالع أنه مهزوم لا محالة، فأعرض عنهم وخرج لينتصر للمسلمين حتى أغاثهم. فلما رجع قال أبو تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخبيثين لا في السبعة الشهب. أين الرواية بل أين النجوم؟ وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، تخرصاً وأحاديث ملفقةً ليست بنبع إذا عدت ولا غرب. عباد الله، صرخت آسام اليوم صرختًا، لكن صرختها كانت في واد، رجعت مدبرةً على أصحابها يوم أن صدعت السيوف في الأغماد. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، خذلان لا تقره الشرائع السماوية، وموت قلب ترفضه الطبائع البشرية. مآسي المسلمين وصلت إلى الآفاق، لكنها لم تلامس عند البعض مسكة حنو وإشفاق. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنا لا أخاطب أعداءنا فهم مشغولون في تغيير ثوابتنا، ولا أخاطب كبارنا فهم معرضون عن آلامنا، إنما أخاطب أمة المليار. يا أمة المليار، أيسرُّكم ما يحصلُ للمسلمين من ذلٍّ وانكسار؟ أما ترون هذا الجرح الغائر في آسام؟ أما ترون تلك الجثث التي تطأها الأقدام؟ أما ترون هذه المساجد والبيوت التي حُوِّلت إلى ركام؟ أحلالٌ ما يجري في آسام أم حرام؟ إن هذه المآسي المتكررة تحتاج منا إلى نُصرةٍ للضعفاء، وإغاثةٍ للأطفال والشيوخ والنساء. إن هذه المآسي المتكررة تحتاج إلى حزم حكام وردع أولئك المجرمين الطغام، وإلا فإن السكوت عن هذا يعد جريمة نكراء وبلية صنعاء موجبة لغضب رب الأرض والسماء. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، ويح العروبة كان الكون مسرحها، فأصبحت تتوارى في زواياه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يحكمنا شعب ملكناه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه.
أما بعد، فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. فمن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. فيجب على المسلمين جميعا، حكاما ومحكومين، أن ينتصروا لإخوانهم المسلمين في أي بقعة من بقاع الأرض. فمنزلة البلد الواحد فبلاد الإسلام بمنزلة البلد الواحد، ونصرة المسلمين في سائر أنواع النصرة واجب متحتم على المسلمين، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا أولا، ثم لأن سنة الله عز وجل أنه من لم ينتصر لأحد من المسلمين فإن الدائرة تعود عليه. قبل أكثر من 30 سنة، لما جرى ما جرى على بلدنا الطيب هذا، كنا نفرح بأي كلمة تخرج لو من أقاصي السند والهند أو من نواحي إفريقية، لو كلمة يعبر فيها مسلم عن حقنا المظلوم المسلوب. واليوم المسلمون يحتاجون منا إلى كلمة واحدة، ويحتاجون إلى فعل نجسد فيه معنى الأخوة الإسلامية. اللهم الطف بالمسلمين المستضعفين على كل حال، وبلغهم من الفرج والخير والنصر منتهى الآمال. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وارزقهم البر والتقوى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.